ني هل ويا سؤال شو هو محل أنا قال لي ورستي دولت ورستي بس أنت هتوقت وقت ترى أنا قال ورست كلمات يمكن هري ما ورستي أنا موقت هذا وصفت ويا وحي تاريخ أنت صافي أنا صافي ما يقال أنا دولت بس واحد تيجي دولت ويا ورستي مخابرات كذا ورستي أتكلم مرة ما وركي عصمة ما يعطى خلي أنا قورش أنا بدور الدشري وتقالي دولة دويت مي كل نفس الدولة بعنا قصو أنا هذا دولة دولة دورة صو دولة دورة بين صو دولة دورة صو دورة دورة ومن السودين بلا ما أي سنة أنا صراحة هو دولة صو دورة أنا كنا نلصوص أنا قد دولة دورة ورش دولة دي ورش تهور هم فيك أوكي وين ما عاوز دحني يو ليش تقول راسي مش يا حد كله توشين يا والله طيب انت اسم الفرقه انت اسم حاجه كلامي يا انت قال لهم هذا الكلام ابي يسوى انا يسوى كلمه تايت الان قلت لك بالله كان يسوى ما هو بص انا هي ترى مثل ما كلمه الدلال انت انا تغنى ولا كتبنا بس عمقي ايوه تحضر ايوه خير العاده سهر يسوي كذي يتشوي على الورس ما تدون إنه هذا الدنبه أنا وأنا ورسنا وإحنا إن الورس تي دولة كورس هاي هو شو ترى عورة ليس هاي هرت دي يسوي أنا في دولة دولة من ذلك سيادة بل العي أتشانب كا وحى كارلي مدحونا سمالا ظاهر يا لك هين ما ما هسي فلان كي وحش إني ما لها كده عي بورا ما يشخ يقول سكو جيبه ما توحان جعله هنا نقول يدرين كي قد دوينه في سومالا ku wajahan labada fal ee ka dhacay Buurama iyo Sheekh ka hore oo lagu dilay dhaqtaradii sababalka ahayd Annalina Tanoli ee magaalada Buurama 5 Oktoobar iyo tan lagu dilay labada macallin ee SOS ka shaqeynayay Richard Gardner Hinton iyo Hinton waxaa sii saaray falkaas oo ah waxnimo ah oo lagu wiiqayo amniga iyo jiritaanka qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland dadka uu falkaasi ku cadaado xukuumaddu magac kastoo yeeshaan iyo darajo kastoo yeeshaan waxaa lagu ciqaabi doonaa sharciga madaxweyne Daahir Yaale waxa uu ka hadlayay intii labadii fal ee hore ee